السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهما أخذت من كورسات لما تيجي تطبق عملي بتلاقي مشاكل تظهر جديدة مكانتش موجودة في الكورس، ونبدأ نشوفها مع بعض. طيب دلوقتي أنا هبدأ أقول أنا عايز أعمل سيكشن. مطلوب مننا إن إحنا نعمل حاجة زي شوب دروج كده للسيلين دوت، فعايزين الدرجات اللي هي قريبة تظهر بلون والدرجات دي تظهر بلون، وهنعدل بعض الحاجات إن شاء الله يكون درس مفيد. طيب أنا خدت السيكشن اهوت في السلم، لاحظ ان انا قاطع هنا وقاطع هنا، ممكن تظهر معاك الحاجة لو في اي فايدة ليك. طيب هقول دلوقتي جو تو فيو وهرجع على السكشن دوت اخليه يظهر معايا بالشكل دوت. طيب انا الدرجات ديت اهي، لاحظ ان انا لما قطعت هنا فانا بالسبورت دوت او الجزء ده من السلم انا بقدر اشوف السلم قبليه، انما هنا لا هيبدا يظهر معايا السبورت اللي هنا. يعني لو جينا هنا نشوف 3D لاحظ ان في سبورت هنا جنب السلم، ده هيخليك لو انت قاطع قبل السلم هيظهر معاك السبورت ده، لو انت قاطع جوه السلم هيظهر معاك السلم من غير السبورت. طيب لو انا جيت هنا وقلت له انا عايز مثلا واير فريم هتبدا تشوف الحدود دي وتشوف الحدود دي. طيب ممكن اقول لا انا عايز اشدد وهبدا اعدل الالوان في في. خلي بالك هو بيديني خاصيه جميله جدا في ستيلز ان انا ممكن ادي ده لون وده لون اعتمادا على، ممكن تعتمد على الموضوع القط والسيرفيس او ممكن تعتمد على انه بيدي لونين مختلفين في الستيل، بيدي لون للفور جراوند ولون للباك جراوند. فممكن تدي هنا للسلم كله تقول له مثلا خد اللون دوت تمام، المهم خليها صورت. لو انت اخترتها ان اوفر رايت مش هتظهر معاك الفرق تمام. وده برضو ممكن اقول لاحظ اللي هيحصل دلوقتي اخده انه طيب ممكن تقول له بقى انا عايز القط هنا اللي انا قاطع فيه ممكن اديله لون مختلف شويه، اتقل شويه مثلا طيب خلي بالنا ان هنا ده بيظهر عشان موضوع السبورت دوت تمام. طيب ما لو انت عايز تغير سبورت ممكن تعمل سيلكت السبورت وتغير الخزانة بتاعته، ممكن تيجي هنا لو انت حابب تلغي السبورت، السبورت يتلغي من هنا يبقى نان ويتلغي من هنا يبقى نان. ممكن تعمل ميدل سبورت في النص تمام بالشكل ده. طبعا ممكن الناس ما يعجبهاش شكل السلم دوت ممكن تغير القاس تمبليس تمام بالشكل دوت. طيب ده شفت عشان ما زيجناش هعمل له هايد مؤقت كده واعمل سيلكت على السلم. طيب ده مايلستون ستير تمام ايه. طيب ما جابليش اي حاجه خالص، ليه؟ لان هو اكتر من دور. طيب عايز اعدل هدوس تاب لحد ما اختار السلم نفسه وهاجي هنا وابدا اعدل حاجه ران. طيب ممكن تيجي هنا بقى تقول له انا عايز ادي تريد، خلي بالك شكل السلم كانه مفيش اي حاجه فيه. مثلا بقول له زود تريد زود الرايزر ابلاي ها، لاحظ اضاف لي الجزئيه دي كده، والجزئيه دي اقدر اتحكم فيها لما ادخل جوه تاني اتحكم في طولها والسمك بتاعها. لو دخلت اهوت هتقول له انا عايز مثلا ده 50 ده 25، خلي ده مثلا 25 ده 25 بالشكل دوت، وتقدر تختار اشكال مختلفة بالشكل ده مثلا. اعتقد ده افضل اهوت اوكي ابلاي اوكي بالشكل دوت. ممكن تدي ماتيريال مختلف وليكن مثلا الران تايب، تقدر تدخل هنا تاني وتقول له انا عايز اغير في الماتيريال تمام، ده التريد ماتيريال وده الرايزر ماتيريال. فممكن تقول مثلا خليه ده ماربل مثلا ولفوق ده الماتيريال دوت بتاع السلم ماربل في ماربل مش
موجود. المهم يعني تختار اي ماتيريال وتعدل الخصائص بتاعتها. ممكن تعمل حتى ماتيريال جديدة، كريت نيو ماتيريال وتديها اللون الشكل اللي انت عايزه. فلو انت اديت الماتيريال للتريد ورايزر مختلف هيظهر معاك بشكل مختلف عن السلم. تمام، بس لازم ايه نيجي هنا في الستير واقول له اوفررايت، وهنا برضه اقول له كلير اوفررايت عشان يظهر معايا بالشكل ده.